الفيلم كله شباب وكلهم صحابي، اغلبهم صحابي، مولا وطه وهدى وكلهم يعني حبايب قلبي، فانا جايه طبعا اشجعهم واقف معاهم، يعني مبسوطه بيهم وفخوره بيهم جدا. ايه اكتر حاجه حماسك في الفيلم؟ احس اني عايزه اضحك كده، احس اني هضحك. يعني انت اصلا بتحبي نوعيه الاعمال الكوميديه؟ جدا، اكتر حاجه بحبها. اكتر حاجه بتعملها؟ لانه بتوقع كده مش حامل هم هتعيط بقى في المشهد اللي جاي ولا يا لهوي ايه اللي هيحصل، لا انت بتضحك، فاهم؟ هل بتؤمني في الحظ في الحقيقه؟ لا لا، بشوف انها كلها اقدار بتاعت ربنا، مش حظوظ او كده. طبعا الفتره الاخيره ظهرت مسلسلات اللي هي المنصات الالكترونيه اللي هي قصيره 10 حلقات 15 حلقه، فانا كنت بقول لك ايه رايك في نوعيه المسلسلات دي؟ بحبهم علشان بينجزوا، بس في نفس الوقت انا بحب قوي الحاجات اللي ما بتخلصش. يعني انا اغري الناس قوي شويه في الموضوع ده، بس هي هم ميزتهم ان هم يعني بيلم لك قصه كامله في 15 حلقه، فانت بتنجزهم في كام يوم. بس انا اصلا بحب الحاجات اللي ما بتخلصش اكتر. يعني طب وايه اكتر المشاهد اللي بتقدمها للجمهور؟ يعني بتحب تمثليها؟ نفسي قوي اعمل حاجه شر، نفسي جدا حاجه شر. سايكو الكوميدي لايق عليك؟ الكوميدي اتمنى والله، لاني عملت حاجه لايت كده في فارس، بس اتمنى يعني نفسي فتحت ان انا اعمل بقى حاجه كوميدي. طبعا بمناسبه فيلم فارس طبعا نجح وكسر الدنيا مع احمد داوود الفنان الكبير احمد زاهر، بس طبعا حضرتك يعني انت عارفه عائله احمد زاهر على طول متصدر ترند الوقت الاخر على السوشيال ميديا، بينتشر اشاعات كتير جدا مختلفه. انتوا بتتعاملوا ازاي مع الاشاعات دي؟ والله بقينا نتجاهل. زمان كنت انا ساعات اتعصب وارد وبتاع، بس بقينا نتجاهل علشان اللي بيقول بيقول، فاهم؟ يعني ما حدش عايش معانا، ما حدش عارف اي حاجه في حياتنا، فاللي يقول يقول. طب ايه اكتر مثلا اشاعه ضايقتك او على السوشيال ميديا او كومنت ضايقك مثلا شفتيه مؤخرا؟ ممكن ان انا مثلا انا وليلى بنغير من بعض، دي حاجه ابعد حاجه عن الحقيقه خالص. او طلع مثلا ان انا مت، فليه يا جماعه ليه يا جماعه كده اي حاجه وخلاص. فالحاجات دي تلاقيها ممكن تضايقني شويه، بس غير كده لا عادي، ما بهتمش. مقدمه حاجه في الفتره الجايه؟ يا رب ادعوا لي ان شاء الله. يعني مش عندي حاجه ولا دلوقتي ان شاء الله. طب ممكن تعيد تجربه اللي هو وقفك قدام استاذ احمد زاهر والد حضرتك تاني؟ انت بس الحاجات اللي عملتها في الدنيا اني وقفت قدامه على المسرح انا وليلى، وقدامه فيلم فارس طبعا من امتع الحاجات اللي حضرتك، لان هو بجد بجد اي حد اشتغل معاه هو يقول لك بلاش انا عشان بنته مش هتسيب مجروحه، بس اي حد اشتغل معاه هيقول لك انه من امتع الناس اللي اشتغل معاهم. طب ايه اهم نصيحه اللي بنصحها لك في البيت كممثله؟ دايما طبعا التواضع، الاجتهاد، الالتزام. شكرا جدا، استجدت الانترفيو معاك. ثانك يو.